قلت لي هسه شنو؟ انت مو قلت لي، انت مو قلت لي عمر 18؟ يب هي عمر 18 صح؟ ايه 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 وين شنك؟ راح؟ وين راح 18؟ ها ما يصير، انا بعد 6 ايام. هلا سامر، رمضان كريم، هاي تستحوذها. صح، يا سامر ولك سامر اخوك. ايش قاعد تسوي؟ ما ادري ايش اقول، قلت يمكن لا خلي هو يقول. سامر وين اخوك موجود؟ والله موجود. قاعدك العادة قاعدك هسه ذا صعد ويانا؟ ها هو ما راح يصعد والله. نسخة من الوجه. وين؟ سامر اليوم صعد ويا اخوك، اني ماكو مشكلة. اقول لك ما فضحتك، شلون يعني؟ قلت يمكن لا بس يمكن ما هو مو بس انا قلت يعني اعطيك من نسبة ايه. نسبة 49% انه وصل. وليش مو 50%؟ وليش مو 50%؟ عمي هو احلى من يمي وين يشبعني؟ والله العظيم انا اقول انت كلش حلو ما شاء الله عليك، يعني مبين عيونك واحد يقرأ عيونك. وانا سامر لا ما اقدر اصعد. ما تعرس لان ما راضي عليك. ليش ما راضي علي؟ شنو سببها؟ ليش؟ يسبب ليش؟ المهم والله شنو رايكم بالسالفه الجديده او الفكره الجديده اللي سويتها؟ يا ما عليه ما سالفة عليه يا هي سالفة. ملاكمه مصارعه ها ويوتيوبر. الملاكمة خطية. أمنية تتعرس مني يعني؟ لا عيني، شكرا شكرا، ما أتعرس، بطلت أشاقة. شوف الدكتور، أني فتحت لايف حتى نتونس نغير جو. كمان اريد فلتر، انا اريد فلتر بس ماكو فلتر عندي. والله انت تجاهي تشوفي بس انه رمز الجمال صح لو انا غلطان؟ منو؟ التجاعيد اللي بالقصة مين لك تجاعيد انت؟ ولك عمرك 18؟ ايه مو كلها غلبت، كلها غلبت. هو انا اخندر قلت لك هواي. يجوز البث لكل المشاهير، ترى الله في شوف حد هسه له شلون دعوة. طلعت، ها؟ شلون طلعت هسه؟ اي والله، هاي تجي محط فلتر. كان وجهي طبيعي طيني.